معانا مداخله مهمه جدا من توجو يا كابتن سفير حسام حسين سفير مصر في توجو. برحب بحضرتك في برنامج السادسه على شاشه قناه الاهلي. اهلا بحضرتك وبالكابتن علاء. اهلا اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، وعايزين نعرف من حضرتك، يعني انا عارفه حضرتك كنت لسه مع المنتخب المصري يعني من دقائق، يعني كنت معاهم في الملعب في التدريب، عايزين نعرف من حضرتك اخر الكواليس، كيف تم استقبال المنتخب المصري في توجو، وطبعا منتظرين مباراه مهمه جدا بكره ما بين مصر وتوجو. ان شاء الله اول حاجه طبعا ربنا يوفق يعني الفريق ويفرح المصريين كلهم اللي في توجو واللي في مصر واللي في كل حته باذن الله. الحمد لله، هو حاليا كان في التمرين الاساسي بتاع الفريق على الملعب اللي هنعمل عليه المباراه، ونفس توقيت المباراه تقريبا تم التمرين على خير، والجماهير هنا يعني الناس مهتمه. طبعا المباراه هتبقى من غير جمهور، وده مزعل الناس هنا، كان نفسهم يشوفوا فريق بحجم الفريق المصري وقوته بالنجوم اللي فيه. لكن بقى الاوضاع طبعا محتاج فاهمينها، واهتمام اعلامي كبير، والنتيجه اللي حصلت في مصر والاداء وكده يعني توقعات بتاع الجماهير هنا ومطالبهم من الفريق بتاعهم، خصوصا ان هم لازم يكسبوا عشان يبقى عندهم امل لسه في التصفيات. طيب كنت حضرتك مع كابتن حسام البدري وكابتن بركات، كان في اجتماع كده سريع، يعني لو تقول لنا اهم اللي اتقال فيه. لا يعني احنا كجزء السفاره طبعا يعني بالترحيب، ولو في اي حاجه نقدر نساعد بيها في الترتيبات اللوجستيه والاتصالات مع الجانب التوجولي، لكن طبعا بقى الجوانب الفنيه دي يعني انا ما اقدرش اتكلم فيها. ربنا يوفق، يعني الامور ماشيه طبيعي لحد دلوقتي، احنا في انتظار بس نتيجه التحاليل اللي الجانب التوجولي بيعملها لكل البعثه، لان حتى الفريق التوجولي لسه نتيجه تحاليله ما طلعتش برضه. هي دي الحاجة الوحيدة اللي يعني من الأمر المعلق يعني دلوقتي. طب ولو تكلمنا عن ترتيبات للمباراة بكرة، يعني هتبقى ازاي؟ طبعا معروف انه المباراة هتكون بدون جماهير. المباراة بدون جمهور ده شيء يعني مفيش فيه خلاف، هي الساعة 4 بتوقيت توجو اللي تبقى 6 بتوقيت مصر. ويعني ده بيبقى الاستقرار هنا على حدود كده الساعة 6 الا تلت. يعني هي المباراة بتخلص وتبقى يا دوبك الدنيا يعني تبتدي تليل. الملعب معقول قوي من ناحية يعني الأرضية، ومجهز إن لو في مطرة بتتصرف على طول ما بتقعدش في الأرضية بتاعت الملعب. وهو الملعب حديث لكن صغير يعني بالمعايير المصرية، هو هنا ده الملعب الأساسي، لكن بمعاييرنا إحنا في مصر هو مش استاد كبير، يعني ده بياخد حاجة وعشرين ألف متفرج بكتير. هي الأحوال الجوية إيه دلوقتي في توجو يا فندم؟ حضرتك هو في الوقت ده من السنة الجو حر ورطوبة. أحيانا بقى بيبقى في احتمال لسقوط مطرة. بس يعني المطرة هنا لما بتنزل بتبقى غزيرة جدا، لكن لفترة قصيرة، يعني ممكن تيجي مثلا نص ساعة، ساعة إلا ربع، نادر ما بتقعد يعني لفترة طويلة. وبعدين تقف. ساعات بقى تيجي المطره دي الصبح، ساعات تيجي الظهر، لحد دلوقتي يعني ان شاء الله يوم المباراه مش باين قوي ان في مطره، فباذن الله تمشي على خير ان شاء الله. باذن الله. لكن هو حر ورطوبه، ده شيء مؤكد يعني. بشكر حضرتك جدا سياده السفير حسام حسين، طبعا سفير مصر في توجو، وبنتمنى كل التوفيق.